بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا مشاهدي الكرام، برنامجكم الجديد الصحي والوقائي، الصحة والغذاء. الليلة لا نتناول بإذن الله تعالى دور وصحة البروتين في الجسم. يا غير سابق نخش الموضوع، نختار ننبهكم، نبه المشاهد الكرام على أن البرنامج، على أنه برنامج وقائي، لأن التغذية الصحية العلمية هي معيار الأساسي للطب الوقائي. بيلي الأغلبية من الأمراض إما عن نقص عنصر معروف، إما لإفراط في شكل آخر من الأغذية. ونختارهم اللي نبه المشاهد الكرام على أن الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى نختاركم تتابعوا البرنامج، لأنه أن هذه سنتنا تقريبا الرابعة في التوعية. السنة الأولى كانت التوعية من طرف الإنترنت عن طريق فيسبوك، وعقبة تحولت شر رجو معينة وتحولت شر رجوات أخرات، وعقبة فضل الله سبحانه وتعالى عاد توخض في التلفزات. هذا كامل لا من أجلكم أنتم، ومن أجل صحة جيدة ووقاية من جميع الأمراض اللي ذات السلب بالأغذية. والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، نحترم اللي نقول على أنه ياسر من الخلق الحمد لله من المواطنين اللي يمشينا الرسائل، ونجبره في الدشرة، ونجبره في الشوارع، ونجبره في المراس، ونجبره في الوليدات أماكن اللي معروفة ما شاء الله عمومية، وذا كامل يقول إنهم إن شاء الله أنهم استفادوا من البرنامج. ونختار مول الناس الأخرى اللي ما كانت تعرفه تطرح البال وتشوف والدور تتأكد على الأقلبية من أمراضها اللي ربما تعد أمراض مزمنة ولا أمراض أخرى هي عندها علاقة بالأغذية، إما عن إفراط إما عن نقص عنصر معين. ليلة نختار نتكلم عن البروتين ودوره وأموره كاملة. هو البروتين هما يعني جزيئات، سيدي موليكول ضرورية للجسم وجسم ما يسلم عنها، به اللي يرموا الجسم من جديد، ويجدوا الأظفار من جديد والبشرة، ومعلومين في صحة جنين، ومعلومين اللي في الانسجة العضلية، ومعلومين في النمو لا كروسانس دي زانفون اللي هو نمو الأطفال، ومعلومين في لانتريتيان دي كور بشكل عام صيانة الجسم، ومعلومين في الأكسجين. البروتين من دونه ما في أي حياة. هذو المواد اللي يعني العناصر اللي كنت نذكر لكم، السكريات والبروتين والدهون، هذو لابد منهم. الليلة حلقتنا تتكلم عن البروتين. يا غير لا ننسى في شكلين من البروتين، في البروتين أصل نباتي وفي البروتين أصل حيواني. البروتين اللي أصل نباتي ذا اللي نقاله لزاسيد أميني، الأحماض أميني الضرورية لابد منها، لأن الجسم فما أحماض أمينية ما يصنعها ولا ينجبره إلا في الغذاء. وعلماء التغذية وعلماء اللي متخصصين في الطب يعرفوا على ذو الأحماض الأمينية على أنهم ضروريين ولا بد منهم، ونقص واحدة منهم تسبب مرض. ياسر من أمراض نوعين أنه مرضوا لا نعرف المرض شنو، ويعود عنصر بسيط. فم شكلين، شكل نباتي شكل حيواني. يغار البروتينيات النباتية ما يتوفر فيها ذو الأحماض الأمينية اللي ضرورية ولا بد منها أكثر، هما البروتينيات الحيوانية. وذو الأزاسيد أميني معلومين ينجبروا لا في الأغذية، ولا نذكرهم لكم حالا، منها لا ليزين، لا ميتيونين، لا فينولالين، لا تريونين، لتريبتوفان، لا فالين، الاستيدين. هذو أحماض أمينية ضروري لأقصى درجة، أهم وحدين ربما يقولون 20 زائد العشرين يغرفهم وحدين الجسم يصنعهم، وهم وحدين الجسم ما يصنعهم، خاصة للرياضة لابد من هذه الحماض الأمينية، خاصة الناس اللي تعدل لها مسكيلاسيون
لان الناس تعدل الاسكيلاسيون ترفد الوزن الثقيل هي تتم تعطي ياسر من الزمن هي تعدل الرياضه ولا يطرح لها شيء يتم صاحب لا يرق لا باش عدل الرياضه باش رق بدل على انه يقبض العضلات ويعود قوي ويظهر عليه العضلات لا يتم لا يرق لانه ما بنى جسمه ولا يقبض حاجياته من البروتين اللي لابد منه اللي أصل نباتي أصل حيواني هذا لابد من يجابره في بلد كيف الدهون أصل حيوانية والأصل نباتية يقر أكثر اللي تطعد الدهون أصل نباتية من أصل حيوان حيواني يعود سورس برينسيبال المصدر الأساسي البروتين هو لحم الجوك طبعا من دون جلة و و و و والحوت خاصة الحوت السمين واللحوم الحمراء طبعا هم اللي بدون الإفراط والبيض يا غير هم البروتين هم اللي من أصل نباتات يجبر في دلقان ويجبر في ياسر من الخضرة يا غير يتم البروتين من أصل حيواني اللي هو اللي بناء عنده رول باتيسر يعني بناء الجسم يا غير هم اللي الإفراط فيه يصبح هم اللي كامل مو صحي نختار نتكلمكم عن اللحم البروتين اللحم اللحم دائما الناس تتهمنا على ان نبرو منه ونقولوا انه اعلنوا محرم ولا ينتكل لا ما بديك الطريقه ذكيه اللحم ينتكل يا غير لا نساو على ان احنا بشر وكلنا منه يرتعد معروف ما هو بالافراط واللحم طبعا فيه البروتينات قنم البروتينات وقنم الاحماض الامينيه الضروريه اللي 7 ولا 8 اللي كنا نذكروا ذكرت اياها يا غير فم 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 مساله ملي مهمه ياسر نعود نعرفوها توجد في اللحوم الحمراء واحده فيتامين بي 12 هذه فيتامين كوبالامين اسمها العلمي هذه فيتامين تلعب دور مهم الكريات الحمراء لان يعني الكريات الحمراء يتبدلوا كل 120 يوم ولا بدل ما يتجددوا وفم ملي فيه ملي تسم يعني زيوت ضرورية للجسم في حال تعلنه واستعمل استعمال سليم على أساس بعد على الأقل بعد يتم رقاش ينوع في اللحوم وفيهم اللي البروتين اللي مطلوب لا يجينا الحوت سيتم اللي نقولكم أن اللحم فيه هو اللي فيه المادة الحديدية اللي سريعة الامتصاص تجبر في اللحوم الحمراء ويغر ما ينشرد عليها تاي اخترت عيت مرات نعودوا نناقشوا موضوع معين يا غير نخل شوي على الموضوع لاني تجيني فكره ولا نبقيها نفوتها لكم يا غير ملي وراك نعقد نرجع للموضوع اللحم فيه الحديد وفيه فيتامين بي 12 وربما كاع معروف انه فيه لاسيد فوليك فيتامين بي 9 وفيه البروتين وفيه زيوت ضروريه بدون الافراط اللي نستعمل بالافراط يمرض الحوت السمين حوت على شكلين هم حوت اللي نقال لو بوسون غرا حوت سمين ملام البروتين وفيه فيتامين دي وفيه الحديد ملي وفيه سيلينيوم وفيه ياسر من العناصر اللي مقضيه وفيه اليود الحوت يا غير بروتين ضروري ويتم دائما اشبه من اللحم خير استعمال الحوت بشكل يومي لا عاد رجاج لا بد له منه من استعمال اللحوم الحمراء يوميا وفما لحم الجوك لحم الجوك فيه البروتين وضروري وزين يا غير الجوك اللي عين عليهم هون واحدين يقولون الجوك المحليين ما عين على الجوك على كل حال بعد الجوك البيض اللي مجده اللي تعرفوا دائما يعودوا في كاجات يتناعسوا يعود واحد لا يشتري واحد يشوفه نعسان وحد صاحبه وباط اللي يبيع الجوك يعود يحركه بشوية حد انه يحرك انا عين عليه الجوك الحقيقي الاولين الجوك يمكن اللي تعرفوا اللي لونهم بين يعودوا حمر ويعودوا كحل ويعودوا بيض قاع يا غير ذوك الجوك اللي مطلوبين طبعا صعيب اجبارهم يا غير بعد هم الجوك الحقيقيين اللي صحيين وفيهم فيتامين اي تيكوفيرول يا غير فيتامين اي اللي في الجوك ما هي فيتامين اللي مضاد الاكسده اللي معروفه فيتامين اي اللي اصلها اصل النباتي هذه فيتامين تجبر في اللحوم الحيوان ويغار عنده دور ملهون أساسي اللي نقالوا لا ريبرودكسيون التكاثر ومعلومهم اللي في صحة الجس هذا بالنسبة للجوك وبروتينهم
بروتين. يعني نحن كل مسألة، لأن قبل حلقة خاصة يعني اخترت نعطي شوي أتيتر إنديكاتيف وياك تفهم الناس اللي عين عليه قبال. في البروتين قلنا محمد جوك، وفي فيتامين أ، وفي فيتامين أ، وفي بعض من الزيوت الأوميغا يعني عين عليه اللاجوك اللي الأولين اللي تعرفوا لعدومات لو خالقين. على كل حال بعد عين عليهم الله هما وما قاعد قدوا ربوا يقدوا ينميهم رجاج، وتقول عنده جاردن بيولوجيك خارج نوكشو حد قادر عليها بدل الاستثمار في الحيوان ياسر قد رجاج يستثمر في جاردن. عد في كاروت في اللي قالوا لي زاليما ميديكاما في كاروت وفي بومبيتار وفي بيتراف وفي صلات، وعنده جوك وعنده شي من معيز ويصبح قاعد يستغنى عن السوق ما تدور في شي سوشنو، ويعد هو اللي قاعد يلتفي يلتف صون جاردن ويقلع عنه ياسر من التوتر. هم البيض يقر البيض ملي لا ننساو لأنه مفيد وصحي، وفي فيتامين أ رينيتول لافيزيون تجبر ملي في الحمق بين نسيت ما قلت لكم، وفيه ملي فيتامين دي معلومة في شاشة العظام، وفيه الفوسفور وقني من البروتين يقر لا ننساو قضية لأن الكوليسترول لأنه مادة ضرورية يقر الإفراط في الكوليسترول واللي خطر على صحة الشرايين السيستم كارديوفاسكولار كامل. والبيض بالتالي من الأغذية اللي معروفة علم فيها الكوليسترول. الكوليسترول لا تنخلعه ومادة ضرورية يقال لفراض فيه واللي ما هو مطلوب وخطير إلى أقصى درجة. البيض في الكوليسترول، وفرماج في الكوليسترول، والبن المحلوب في الكوليسترول خاصة البن العاج والبن البقر، والحوت السمين سمين اللي تعرفوا لكم اللي في الكوليسترول اللحوم الحمراء هذا في الكوليسترول. يا غير نرجع للبروتين، البيض غني من البروتين ومعلوم في الناس اللي عند الرياضة ومعلوم في المسكيلاسيون ومعلوم في الأطفال من عند 7 سنين للفوق. يا غير بدون الإفراط مثلا الرجاج يقدر يتم يأكل البيض مرتين الأسبوع، يعد يأكله مع صلات، يعدل له مع صلات، ويقدم اللي تم الأسرة تبدل مرة العشاء بالبيض، يعني البيض كيف تملت مع صلات ومع الفاكهة. هذه التغذية قنية من العناصر الصحية اللي طلب الجسم. هم اللي ليكسيم البروتين يعني الإفراط في البروتين هذا خطير، يسبب الأسيد يوريك الحمض البولي، وذاك يقدر يسبب الانتفاخ في الرجلين يعني في الأقدام، انتفاخ اللي هي لاغوت معروف أن ينقالها لمالادي دروا مرض الملوك. كان أصلا يأكلوا ياسر من البروتين ويأكلوا ياسر من التسم وخلق لهم المرض هذا، هو عاد معروف ويخلق للناس كاملة اللي تعدل الإفراط في البروتين وخطير على صحة الكلى. الإفراط في البروتين كيف ترجع جوك الحمد جوك كيف عوايد اللي عندهم تعد مادة منادية عند الحمد جوك قابلوا طيب الحمد جوك ومطيبة من الحمد النعاش ينتكل في بلد وخاصة اللي قاعدين يعود بالدوام ومعاه تسم الأخر هذا خطر على صحة الكلى. حد لا يتم ينوع هو في الأسبوع ياك تصلح التغذية وتعود تغذية صحية. البيض قلنا على إنه مهم عنصر مهم يقال زين مرتين الأسبوع والله مرة واحدة الأسبوع ينوع رجاج مرة الحوت في الليل الصح شيء موجود مرة الحوت مع فرير كيف تعرفوا والله الحوت مو طيب عن طريق البخار والله مرة بنافع الحمى يعود ما هو سمين معها صلات ما يقدر قاعد يتمساكن على الوجبات الثقيلة اللي هضمها صعيب وتقدر تودينا لأمراض السكري والله الكوليسترول والله أمراض بليزو مايغراف تعود خطيرة علينا إلى أقصى درجة. بالنسبة ل هم اخترت نبه بعض المواطنين على ان التغذية صاحب التغذية ما يجي رجاج يقول له انا شنو اكل ده ما عنده معنى، هو تم ماشي من بديه وجاب رجاج وقال له انا شفتك في التلفزه وطالبك تقول لي انا شنو اكل ده ما يعرفه، هو اللي يعرف انه يعود عنده برنامج والله توعية ولا يذكر الأغذية اللي صحية. يا غير القذاء الأخرى اللي يسول عنه مريض يجبر مريض يقول أنا شنو أكل، لا
نحن هم برنامجنا برنامج معدل للناس اللي في صحة جيدة، والمرضى عليهم بالطبيب والله عليهم لا عاد مشكلتهم تتطلب نظام غذائي صحي على حسب مرضهم، يلا تشوفوا طبيب والله يشوفوا خبير تغذية ويعدوا في الخارج يشوفوا مع أهل التغذية يعدوا البرامج على نمط موريتان، على نمط موريتان يقولوا لهم الأغذية اللي جبروا موريتان يعدوا أصحاب التغذية يعدوا لهم برامج غذائية صحية فيهم. ما لأنه صاحب التغذية لا يتم يتصل عليه في الليل والله يتصل عليه في النهار ولنشاف مبدئين قال له أنت نحن شنوكله، هذا ما يعرفه ربما يعقب قاعين في قاعين يصد عليكم يقولكم أكل الحشيش لأن هذا خطير إلى أقصد درجة. إنسان مريض يحتاج للطب يحتاج معاينة ذكية معروفة باللي قاعنا نعطيكم مثل بسيط، ورقاج فيه سكري هو طبيب التغذية يعدل النظام على حسب وزن الشخص وعلى حسب حالته وعلى حسب فصيل الدم ومرضه في حالة أنه مريض، ولا يعطي أقل على الأقل بعد أسبوع هو يعدله اللي كان يوفيه له دراسة عبارة عن دراسة ليعدلها له. سبحان الله جبر رقاش بدي يقول طبيب أنا صاحب تغذية أنا طالبك موجوع شلان وكل، ده ما بالطريقة دي هي. نحن وجودنا هون هو وجود الوقاية من الأمراض، الوقاية من الأمراض، وهذا ملي هذا المساج هذه الرسالة نمشيها للناس اللي في صحة جيدة تحمد المولانا اللي نعم عليها الله سبحانه وتعالى صحة جيدة، ولا تنسى اللي قالوا الوقاية، الوقاية ما خلق اللي خير منها. مثل بسيط جدا هو صاحب سكري لا بدل من نظام غذائي، ده كل طبيب يعرفه، كل طبيب يعرفه يعرف انه يقعد قاعد يجبر الرقاج يعدل النظام الغذائي يحمد المولانا. هو فيه السكر لابد له من نظام خاص، واحيانا يعود فيه تعود فيه تنسيون، يعود فيه السكر، يعود فيه كولياك مرض في 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 مصاري، ويعود جليتان ما 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 مادة جليتان ما يعملها عنده من حساسية، ويعود عنده انتوليرانس ولاكتوز، لاكتوز سكر اللبن ما يعمله، ويعود ملي عنده مع ذاك انسفيزونس رينال عنده فشل كلوي، وعنده ملي انانيمي، هذا خلاط كامل. هذه مسؤولية يا ناس، هو رقاج لا يعد النظام السكري وحده كارثة. ايش قال نقعد مع هذو الامراض تنسيون كولياك انسفيزونس رينال ونقص الدم، هذو أمراض عياوي يتوفروا في شخص واحد، هي قاعد تقعد معهم البواسر تقعد معهم الامساك يعودوا سبع أمراض في شخص متوفرين فيه. كيف الصار صاحب التغذية لا يعدله باللي ما يقدر يعدله نظام لا يطلب عشر مراجل مستحيل، يا غارهم خبرة يقعد صاحب التغذية يعدله نظام واحد يعود يعالج بالمجبنة يعادل السكري في الدم الجلسيمي يعادله في الدم، ولا عادهم الكوليسترول يعدل نظام غذائي يحمي الكوليسترول، ولا عادهم كولياك يعدل النظام ما في جلوتين لأنه صعيب إلى أقصى درجة. هو لا نظام واحد المعدل اللي ينسف في زنصرينال فشل كلوي اللي لا يحرم عليه بوتاسيوم ولا يحرم عليها أشكال أخرى من الملاحة المعدنية يوجع الرأس، إيش قال يعودوا معها دول أمراض هم كاملين. المهم الله يشفينا ويشفيكم إن شاء الله، وراجلكم عند الله سبحانه وتعالى اللي مريض كامل إنه يشفيه الله سبحانه وتعالى، واللي ما هو مريض راجم عند الله سبحانه وتعالى إنه يتم له صحة جيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.